أكد قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي أن عمليات تحرير الحويجة باتت قريبة، وأن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي عملية عسكرية، إلا أنه نفى وجود أي تبليغ لقطاعاته بخصوص عملية الحويجة. عمليات تحرير الحويجة قادمة إن شاء الله، تناقش خطط تحرير الحويجة في قيادة العمليات المشتركة وحسب توجيهات السيد القائد العام. بالنسبة إلى قيادة عمليات دجلة جاهزة لتنفيذ أي واجب تكلف به وفي أي مكان، وقواتنا الأمنية جاهزة وقوات الجيش وكل القوات الأمنية والحشد والشرطة جاهزة لتنفيذ أي واجب. أما بالنسبة حقيقة لحد الآن لم نكلف بأي واجب.